السيدات والسادة، مساء الخير. قبل أعوام قليلة كانت معظم كتابات أهل العلم والرأي تدعو إلى ملاحقة العصر وضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات. كان مفهوم التخلف في رأي الكثيرين يعني أننا ما زلنا نعيش في زمن العمل اليدوي وأن الآلة لم تحل بعد محل الإنسان. الآن تغيرت الصورة وانقلب الحال، أصبح الخوف من الآلة يسيطر على الإنسان بعد التطور الهائل في التكنولوجيا، وبعد أن طرد الروبوت والذكاء الاصطناعي البشر من مهن كثيرة وحل محلهم. اليوم نحن نفتح ملف الذكاء الاصطناعي، فوائده ومخاطره. لا نعاديه أو نرفضه، لكن نناقش مع ضيفنا كيف يطوعه الإنسان لخدمة البشرية وليس للإضرار بالإنسانية. في حديثنا من مصر اليوم نستضيف كاتبا صحفيا تخصص في مجالات واستخدامات الذكاء الصناعي خاصة في الصحافة وفي العمل الإعلامي. نسأله كيف يروض الإنسان وحش التكنولوجيا الذي صنعه بيديه، وكيف سيكون مستقبل الصحافة والإعلام إذا ما تحكم فيهما الذكاء الاصطناعي. عن الصراع الأزلي بين الإنسان والآلة، عن الروبوت القادم ليحل محل البشر، عن مستقبل الصحافة والإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي، حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم. معي للحديث عن الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي الكاتب الصحفي علاء الغطريفي. الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير وكاتب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستخداماته في الصحافة والإعلام. تولى الغطريفي رئاسة تحرير جريدة المصري اليوم في أكتوبر عام 2023، وشغل قبلها منصب رئيس التحرير التنفيذي في مجموعة أونا للصحافة والإعلام. اختير علاء الغطريفي مستشارا لمنتدى إعلام مصر، كما عمل لفترة كخبير في المحتوى الرقمي والصحافة الاستقصائية، ويهتم بصفة خاصة بدراسة الطرق الحديثة لتطوير المؤسسات الإعلامية. شارك الغطريفي في إطلاق العديد من القنوات والبرامج المصرية، وعمل محاضرا لطلبة الدراسات العليا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. أستاذ علاء الغطريفي، أهلا وسهلا بحضرتك معانا. والحقيقة هي فرصة إن احنا يعني نفهم حاجات كتير قوي حتى العاملين في مجال الإعلام في هذا الموضوع هنقول المبتكر في الحياة المصرية، لأنه هنعرف إن هو كان موجود في العالم من فترة. بالتأكيد. موضوع الذكاء الاصطناعي. طيب في الإعلام؟ أيوه. طيب الفكرة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، احنا ليه بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي دلوقتي في العالم كله مش في مصر فقط؟ انه الذكاء الاصطناعي مر بمراحل كثيرة، ولكن المرحلة الأخيرة اللي تخص الذكاء الصناعي التوليدي هي اللي عاملة الأزمة ومخلية الناس خايفة وقلقانة وشكة ومتشككة ناحية الموجة الجديدة. فهذه الموجة الجديدة هي المشكلة، هي الأزمة. ليه؟ لأن الفكرة هنا إن الذكاء الصناعي التوليدي بيقدر بأوردرات مكتوبة نصية يقدر ينتج لك نص، يقدر ينتج لك صورة، يقدر ينتج لك صوت، يقدر يعمل فيديو بأمر. بأمر. فهذا التوليد المحتوى ده اللي احنا كصحفيين أو كإعلاميين بننتجه ممكن تنتجه الآلة. فهي دي المسألة، هي دي المعضلة. فبالتالي هنا الفكرة هنا إن دي كل دي مخاطر على الحقيقة، مخاطر على فكرة الدقة، مخاطر على فكرة توجيه الرأي العام، مخاطر متعلقة بالحديث عن المعلومات ودقتها، وبالتالي طبعا هيدي فرصة للأسف للمعلومات المضللة والتزييف والتضليل والتلاعب بالجمهور. فبالتالي هي دي مخاطرها، أن هناك آلة روبوت محادثة تقدر تكتب له نص أو سؤال فيقدر يجاوب لك ويديك نص.
فهذا النص هي دي المشكلة، هي هذه المشكلة. فبالتالي هي يعني هذه هي خطورته في مجال الإعلام، هو بيولد لأنه بيكلم الجمهور العام بالضبط، بيولد، لا هو بيولد محتوى، ولكن هذا المحتوى موجه ممكن إلى يستخدم، ممكن يستخدموه الصحفيين بعد كده وينشروه. فهل هذا المحتوى دقيق أم غير دقيق؟ أنا هدي مثال وأقول لحضرتك ليه أنا عملت الاقتراب ده. في 2022 لما عملوا شات جي بي تي 3.5 لما طلع وعمل قلق في الحياه في العالم، فكان اي حد في مصر ما يقدرش يدخل عليه غير لو عمل حساب في الولايات المتحده، يعني عمل طريقه كده معينه عشان يقدر يدخل عليه. انا عملت المقاربه دي ليه؟ عندنا للاسف في الاعلام في السنوات الاخيره في اساءه لاستخدام الادوات بتاعه التكنولوجيا، يعني فيما يخص كل الادوات والخواص الجديده في مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتستخدمها استخدام سيء، زي الاستخدام الغير رشيد للبث المباشر، وزي استخدام ادوات اخرى متعلقه بالاتاحه الناس بتستخدمها بشكل سيء. فبالتالي عندنا تاريخ من اساءه الاستخدام. فتخيلي بقى حضرتك ان عندك روبوت محادثه زي جيميناي او زي بارد او زي تشات جي بي تي، تقدر تدوس تكتب اي نص يديك اي شيء. فهذه النتيجه مش معقوله يعتمدها صحفي. طب انا هبتدي يعني مع حضرتك من حتى التسميه، هي اسمها الذكاء الاصطناعي. البعض ممكن يسال ليه الاصطناعي، والكلمه على فكره يعني مش متاحه قوي في لغتنا، بنقول الصناعي، بس هي رغم ان هناك فرق دقتها الاصطناعي. الاصطناعي الاصطناعي من كلمه ايه، التصنع، يعني ممكن تكون فكره المصطنع فكره. وخلي بال حضرتك في كمان في لازم نفرق ما بين حاجتين، ان الذكاء الاصطناعي ده مر بمراحل كتيره، فبالتالي في ذكاء صناعي عام وفي ذكاء اصطناعي توليدي اللي هو الاخير اللي هو بيولد المحتوى. دي طب يعني ما الذكاء الاصطناعي العام؟ لا يعني هنبعد عن الموضوع بتاع العالم. لا يعني بمعنى بمعنى بسرعة. حضرتك اني اقول لحضرتك حاجه، كلنا بنتعامل بالذكاء الاصطناعي، تليفون حضرتك وتليفوني فيهم ذكاء اصطناعي، جي بي اس ذكاء اصطناعي، كل الامور كل الامور الكثيره التكنولوجيا الاخيره كلها قايمه على الذكاء الاصطناعي، واحنا بنستخدمه بشكل او باخر. ولكن الفكره دلوقتي متعلقه بالموجه الجديده، هذه الموجه الاخيره اللي عملتها شركه اوبن اي وعملها بعد كده جوجل وبعد كده في تسارع ناحيتها، هي دي المشكله. وكمان هي كمان شكل هتبقى شكل من اشكال الحرب التجاريه ما بين الولايات المتحده والصين كمان. ايوه، ولكن انا مش عايز ادخل في المساله السياسيه، ولكن بتكلم على الصحافه. الصحافه عندنا احنا اللي بننتج المحتوى، لا يمكن ان تنتجه الاله، فبالتالي لابد ان ينتج هذا المحتوى انسان. طيب لما تنتج الاله محتوى نتعامل معاه ازاي؟ لابد ان نعمل عليه كل المعايير المهنيه اللي نعرفها، في 14 معيار بيحكموا مهنتنا. ما نقدرش نتعامل مع اي نص ينتج من غير ما نعمل هذه المعايير. الدقه، الاستفاء، الاستدلال، فكره موضوعيه النص ده، هل النص ده منحاز ولا غير منحاز؟ لانه حضرتك في اساس في بنيه المعلومات اللي مبني عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي هي بالاساس منحازه، لان اللي عاملها غربي، فبالتالي كل المعارف اللي موجوده دي هي معارف غربيه او معارف هو جمعها الروبوت من على الانترنت، وممكن يكون فيها حتى كمان مدونة أو منتدى في كراهية، أو مدونة أو منتدى في تمييز، أو في خطأ، أو مدونة بتقول بالظبط بالظبط. فبالتالي لا، الفكرة هنا إن لا يمكن أن تعتمد غرف الأخبار والصحفيين على الذكاء الاصطناعي التوليدي بالكلية، مستحيل. فلن ننتج نصا كاملا بالذكاء الاصطناعي، ولن ننتج صورة بالذكاء الاصطناعي إلا بشروط. لابد أن نكتب عليها أن هذه مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، اي فيديو ننتجه لازم نقول ان ده فيه تم باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني حتى اذا ظهرت مثلا مشكله او ظهر خطا ينسب له ولا ايه؟ لا، هو في النهايه ينسب الجهه اللي خدته ونشرت العلنيه. يعني انا لو خدت نص دلوقتي منتج بالذكاء الاصطناعي ونشرته على منصتي او قلته دلوقتي حضرتك في التلفزيون، فانا اللي متحمل هذه العلنيه كصحفي. لكن في النهايه ان اي منتج عبر الاله ده لابد ان نعمل عليه المعايير. عشان كده حضرتك العالم كله دلوقتي بيشتغل ازاي على المساله دي، كل العالم بيتكلم على فين الادله الاخلاقيه اللي بتحكم استخدامنا للذكاء الصناعي التوليدي في غرف الاخبار في مؤسسات الاعلام. فمثلا فاينانشال تايمز مثلا، رئيس التحرير رولا خلف كتبت رساله الى الجمهور بتقول لهم ان احنا لن ننتج
لن ننتج نصا كاملا بالذكاء الاصطناعي. لو استخدمنا صورة مش هنستخدم صور بالذكاء الاصطناعي، لان لما الصور بتستخدم بالذكاء الاصطناعي بتنتج، بتبقى ليها حضور في ارشيف الانترنت، فممكن اي بني ادم تاني ممكن يستخدمها على اساس انها حقيقيه، ولكن هي ليست حقيقيه، هي مصطنعه. فبالتالي هذا المصطنع فممكن ممكن يضر. هقول لحضرتك مثال من السنه اللي فاتت، في يعني اعتقد في ابريل او مايو 2023، صورة تم التلاعب بها، حريق دخان طالع من البنتاغون وقع البورصة الأمريكية، وخلى خلى الولايات المتحدة الأمريكية لأربع خمس ساعات مرتبكة. فهذه صورة مصنوعة عبر الذكاء الصناعي التوليد. فبالتالي عشان كده الإعلام لما يجي يستخدم هذه الأدوات لابد أن يكون اقترابه اقتراب آمن واستخدام مسؤول ورشيد. طيب انا سالت الذكاء الاصطناعي، قلت له مين حكم مصر من عهد محمد علي حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فجالي في نتيجه من النتائج في القرن ال 19، نهايه القرن ال 19، ان حكمتنا سيده. ما حكمتناش سيده، اسمها خديجه العدل. مين خديجه العدل؟ قال لك كاتبه، وبعد كده قال لك رئيس تحرير مصر اليوم، وبعد كده قال لك لا انا غلطان، ده ناشطه في حمله لأحد المرشحين الرئاسيين. فبالتالي هذه هلوس وضلالات. طيب يعني كلها معلومات خطأ، معلومات غير دقيقة، تبدو أنها منضبطة. عشان كده في الـ في الـ في برنامج 60 دقيقة ليزلي ستال مع أحد الخبراء التقنيين المتعلقين بالتكنولوجيا وصف التوصيف ده، قال كده تحديدا، قال دي رصاصات موثوقة. ليه؟ خطورتها أن هي شكلها حاد، تبدو منضبطة، تبدو دقيقة، لكن هي ليست دقيقة بالكامل. لابد أن يكون هناك تدخلا بشريا لكي تصلح أن ننشرها للعامة أو ننشرها على أي منصة. فبالتالي هنا لو الإنسان بيتعامل مع هذه الآلة لابد أن يراجع ما تنتجه الآلة، ما يقدرش ياخذ المحتوى ده وينشره بشكل مباشر على طول، مسلم بيها بالضبط. فالتكنولوجيا ليها مخاطر، في حتميه تكنولوجيه، في حتميه تكنولوجيه لا مفر منها بحكم التطور في العالم. ولكن لما نيجي نستخدمها لابد ان يعني ناتي بها الينا ولا نذهب اليها، لابد ان ناتي بها الى مجالنا. انا بتكلم هنا عن اي مجال. لابد ان كخبراء في المجال ان احنا نهيئها لشغلانتنا. عشان كده انا بشوف دايما طول الوقت ان هي لن تغادر مساحه مساعد الطيار، ولن تكون الطيار نفسه، مستحيل. بس حضرتك قلت الحقيقة معلومة من يعني من فترة بسيطة من دقائق، قلت إنه إن هذا الموضوع يعني فكرة الذكاء الاصطناعي موجود في العالم من سنوات طويلة، ربما كنا لا نشعر به. يعني من سنوات طويلة يعني من إمتى؟ هو حضرتك الآباء الخمسة للذكاء الاصطناعي كانوا في إحدى الجامعات الأمريكية من الخمسينات. طيب مرة مراحل كثيرة متعلقة بالصناعة يعني، بس أنا مش عايز أدخل. لا يعني من الخمسينيات، أنا سؤالي من الخمسينيات حتى الآن هناك مدة زمنية طويلة. طبعا ألم يتطور بها هذا الموضوع، هذا الاكتشاف أو هذا الاختراع، وإنه يعني نصل إلى يعني مرحلة جيدة فيه؟ يعني الآن بعد 50 سنة لسه بنشك في كل ما يقول. هو الفكرة إيه؟ هو إيه اللي حصل في الفترة الأخيرة، المرحلة الأخيرة من الذكاء الاصطناعي؟ أن طورت شبكات عصبية. الشبكات العصبية دي شبكات زي شبكات تشبه شبكتنا العصبية. لما جيفري هينتون مثلا أبو الذكاء الاصطناعي اللي استقال من جوجل خوفا من الذكاء الاصطناعي اللي عمله، يعني هو طلع قال كده تحديدا أن خايف من الموجة دي تحديدا. ففي شبكات عصبية، إيه الفرق ما بينه وما بينهم وما بين الآلة؟ الضفائر العصبية. لسه ما عملوش ضفائر عصبية. لا بمعنى إيه؟ يعني يعني أنا مش عايز أقول كلام تقني أكتر منه إعلامي، بس بقول لحضرتك لكن هذه الخطورة عايزين لكن هو الخطورة يعني. حضرتك إن الموجة بتاعت الأخيرة دي تم تطويرها بشكل إنها تقدر تنتج محتوى. يعني حضرتك تكتبي، تدخلي على روبوت المحادثة ده سواء شات جي بي تي أو غيره، تقدري تكتبي من هي دريا شرف الدين، فينتج لك معلومات مظبوطة. فأنت ممكن تكوني صحفية وتاخدي الداتا دي وتعلنيها أو تنشريها. وتبدو المعلومات منضبطة زي ما قلت لحضرتك أنها رصاصة موثوقة. فيها الفكرة أن إزاي بقى روبوت المحادثة ينتج محتوى. زمان كان بيرد على الناس في خدمات العملاء، يرد على إيميلات، يرد على كذا، شيء مسجل. المسائل دي تطورت كثيرا لدرجة أنه هو خلاص بقى يجمع داتا ويبني عليها استجابات.
فبالتالي بقت مخاطرها ان في استجابات. وطبعا الموضوع اتطور من النص لحد الصوت لحد الصوره لحد الشفره البرمجيه. يعني حضرتك ممكن كمان يقدر يبني هوم بيج صفحه رئيسيه في موقع، يقدر يتعامل مع امور متعلقه بالبرمجه كمطور، يقدر يعملها. بس في النهايه عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، ان هذه الموجه برغم كل المخاوف وكل المخاطر اللي بتحملها، لابد عندما نتعامل معها في الاعلام لابد ان نروضها لصالح مهنتنا. مهنتنا هي المهنه المتعلقه بالمعرفه والحقيقه. ايوه. فبالتالي احنا لازم نخاف على المعرفه ونخاف على الحقيقه. ايوه. فبالتالي هنا لابد ان نعمل المعايير. وانا بقول لحضرتك ان المساله متعلقه بفكره ال 14 معيار. لو انت قدرت تعمل ده هتقدر تستخدم الاستخدام الامثل والرشيد. عشان كده انا بسميه، انا عامل ورقه علميه اسمها الاستخدام المسؤول للذكاء الصناعي التوليدي في الصحافه. بتكلم هنا على ازاي انت، زي ما اقول لحضرتك حاجه، لو انا بسوق عربيه، لو انا ما بعرفش، لو انا ما عنديش، ما بعرفش اسوق، هدوس الناس. لكن انا ممكن لو انا بعرف اسوق همشي واوصل من مكان لمكان، وهتبقى العربيه مفيده. فدي الفكره نفسها. فعشان كده المخاطر المتعلقه بالاستخدام الاعمى للذكاء الاصطناعي التوليدي في الصحافه وفي الاعلام بدون اعمال المعايير. فهذه هي هدفي الاساسي من هذه المقاربه من 2022، لكي اضع تصورا مهنيا كما ارى، لكي نستخدم هذه الادوات داخل غرف الاخبار وندمجها في العمل اليومي عشان تسرع الاداء وعشان تحسن فعاليه الصحفيين. ولكن لن ننتج نصا كاملا ولن ننتج صوره الا بشروط. فهذه دي المساله. لانه مثلا انا اقول لحضرتك حاجه، وان افرا الاتحاد الدولي لنشر الصحف نشر اول استطلاع راي في مايو 2023 عن هل غرف الاخبار بتستخدمه ولا ما بتستخدموش. طلع في 100 غرفه اخبار ان حوالي 49% بيستخدموه، يعني النص تقريبا، نص من يستخدم يعني النص. وان القاده بتوع غرف الاخبار هم اللي عايزين يستخدموه اكتر من الصحفيين نفسهم. الصحفيين مش عايزين يستخدموه ليه؟ خايفين من فكره الحلول، فكره التاثير على التوظيف، يعني تحل الاله محل الانسان. يعني بالظبط بالظبط. فالناس بقى خايفه. لكن هي الفكره في الاساس ان انا بشوف ان لن يحل محل الانسان. ده عمل صحفي في روح الانسانيه، في اللمسه الانسانيه، في مشاعرنا، في تفاصيل. حتى لو احنا لن نكتب بذاتيه، ولكن لما هل هو ممكن هذا الروبوت او اي كان الشكل الروبوت اللي هينزل على الارض ده، هل هيقدر ينقل حدث زي ما نقوله انسان يشوف الناس ويحس بيهم وينقل المكان وريحه المكان واجواء المكان؟ لانه في النهايه هو في النهايه اله. بالظبط بالظبط. ولكن طبعا الفكره المخاوف طبيعيه ومبرره. فعشان كده الفكره دايما التكنولوجيا لها وجهين، وجه مضيء ونافع، وفي وجه تاني مظلم. وزي ما شفنا طول الوقت علاقتنا بمواقع التواصل الاجتماعي بتبقى جيده جدا احيانا، وتبقى متعلقه بالتواصل مع الناس والتعارف وامور كتيره جيده. لكن في الناحيه في الجهه الاخرى بتستخدم في تصفيه خصوم و أيوة. وفي استقطاب سياسي وامور كتيره جدا جدا مضره بالمجتمع وهكذا. فقصدي في النهايه ان عشان كده بنتكلم على ان الذكاء الاصطناعي التوليدي ده لابد ان ينظم، والعالم كله بيتكلم على كده. حتى الناس الصانعين هم بيقولوا تعالوا نظمونا، وفي مجهودات كبيره في القصه دي بتحصل، لدرجه ان هم لما استدعوهم في الكونجرس، ولسه سام التمان اللي هو ملك اوبن اي اي بيقول ان احنا عارفين ان في مخاطر، خلاص يبقى احنا لازم ننظمها، تعالوا نظمونا. وكل شركات التكنولوجيا بتقول بشكل علني تعالوا نظمونا. احنا طبعا اطلقنا، يعني هم بشكل من الاشكال اطلقوا مارد، ولكن هذا المارد لابد ان ينظم. لكن انا هنا بعمل ايه؟ هنا انا بعمل لما ببص عليها من منطق مهني، انا ببص ان انا لا، انا ممكن اخد التكنولوجيا دي او الاداه دي او التول دي، ان انا اعرف مثلا ان كان الصحفي اللي عندي نسخ الماده بتاعته ولا مش ناسخها، واخدها من عند الدكتوره ولا واخدها من عند حد تاني، هل الماده دي اصيله وفريده ولا ماده منتحله من جهه اخرى او من مكان اخر وهكذا. فقصدي كمان في جزء جيد في المساله، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبتعد عن الجزء الظلامي في هذه القصه، او الجزء المظلم اللي هو متعلق بفكره الاستخدام من غير رشاده واستخدام من غير مسؤوليه. مساء الخير، أنا زينة، أول مذيعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في المجتمع الجامعي. انتظرونا وتغطية حصرية
ومختلفة ومنافسة لكل مقدمي البرامج من البشر. وهو في النهاية اختراع، وبالتالي احنا يعني يعني معرفتنا بالعالم وبالسنوات التي تمر مش هنقدر نقف قدام اختراع ما. صعب طبعا صعب. في حتمية تكنولوجيا لا مفر منها، ولكن المفترض ترشيد استخدامه اللي حضرتك بتقصده بالضبط استخدام مسؤول. الاستخدام المسؤول ما بيكونش غير بأدلة إجرائية وأخلاقيات، واحنا مهنتنا دي بيحكمها معايير وأخلاقيات. لو استبعدناها تبقى مشكلة كبيرة. يعني أنا ما أقدرش أكتب دلوقتي من هي دكتورة دوريا شرف الدين فتطلع لي النتيجة فأخدها انشرها كده كما هي. لا، في المعادلة كده إنسان الآلة بتساعده بيراجعها الإنسان. مسألة واضحة. وهو اللي حضرتك هنا ليه بقول ده؟ في عندي مثالين بقولهم. لا تكن أنا هوفمان ولا تكن سينت. يعني إيه؟ أنا هوفمان رئيس تحرير صحيفة تابعة لمجموعة فونكا في ألمانيا، صحيفة شعبية. هذه الصحيفة الشعبية قررت أنها تختلق وتعمل عبر الذكاء الاصطناعي مقابلة مع مايكل شوماخر. مايكل شوماخر بطل فورمولا 1 بعد إصابة دماغية، موجود في البيت معزول وما بيقابلش الإعلام، وبتاع الراجل يعني 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 اعتبريه مش موجود. اختلقوا مقابلة معاه عبر الذكاء الاصطناعي وحديث طبعا طبعا وحديث، ونشروا ده في صفحتهم الأولى، وقالوا عناوين كمان، وقال إن هو بقى كويس كمان، هو اللي مريض ده بقى كويس كمان، يعني هو بيقول التصريحات كده، وكتبوا تحت إن ده معمول بالذكاء الاصطناعي. طبعا عشان هناك في قانون، وفي وفي طبعا في جهات تنظيم، تم مقاضاة عائلة شوماخر، تم قادة هذه المجموعة. المجموعة كمان رفضت رئيس التحرير. رئيس تحرير أنا هوفمان دي من سنة كام بحضرتك رئيس تحرير؟ بتشرف على الصحيفة من 2009. فقدت منصبها بسبب هذا الاستخدام الغير الرشيد للذكاء الاصطناعي. نشرت مقابلة مختلقة لم تحدث مع مايكل شوماخر اللي أصلا ولا يتحدث مع الإعلام، ومعزول في بيته الراجل من ساعة ما جات له الإصابة الدماغية. فبالتالي لا تكن أنا هوفمان، لا تصطنع شيء عبر الذكاء الاصطناعي عشان تنتج محتوى تقدمه للجمهور. طيب لا تكن سينت. سينت أي منصة؟ أو لا تكوني سينت ولا تكوني جو ميديا. دول منصتين في الولايات المتحدة الأمريكية. سينت متخصصة، هي موجودة من 30 سنة، متخصصة في أخبار التكنولوجيا، أي حاجة متعلقة بالتكنولوجيا بتتعامل معها. قررت أن هي تستخدم أدوات الذكاء الصناعي التوليدي تنتج محتوى نصي بالكامل. فراحت عملت 71 تقرير، 71 تقرير أنتجتهم ونشرتهم. طلع فيهم لوحقت بكل المنظمات المتعلقة بالملكية الفكرية والمحتوى المسروق والمنسوخ 41 تقرير من اللي اتنشروا، كلهم للتقديم من أماكن تانية ومسروقين ومنتحلين. لأن الآلة هتجيب منين؟ الآلة بتدور في الإنترنت وتبني منتجها ده عبر اللي لقيته ده ممكن يكون مش مظبوط، ممكن فيه بعض الدقة، ممكن يكون منقص الدقة، ممكن يكون منحاز، ممكن يكون فيه تضليل، ممكن يكون فيه أمور كثيرة. فالبنى بتاع القصص نفسها مش مظبوط، فبالتالي خد من عند الدكتورة وخد من عندي وخد من عند آخرين. فكل المنظمات دي لاحقت سينت فاضطرت تعتذر، وكمان عملت حاجة تانية، خلت بنت أول إجراء يحصل فيما يخص العلاقة بين الصحفيين وتطبيق الذكاء الاصطناعي. إن لو أنت مؤسسة جاية تعملي عايزة تدمجي الذكاء الاصطناعي ويحل محل أي بشر جوه غرفة الأخبار، لابد أن تكون هناك شفافية في هذه المسألة. فكان أول اتفاق متعلق في العلاقة ما بين الإعلام ودمج الذكاء الاصطناعي جوه غرفة أخبار في سينت، انها اضطرت تعمل اتفاق مع اللجنه النقابيه اللي بتمثل الصحفيين، عشان لو فكرت في لحظه من اللحظات تعمل شيء زي ده تاني لابد ان يعلم الصحفيين بده. وكمان عشان هنا في اتفاق هنا، وهذا الاتفاق هو اول اتفاق يعتبر في التاريخ متعلق بالقصه دي تحديدا وعلاقه الذكاء الصناعي التوليدي بغرف الاخبار. فسينت فضيحه كبيره، فضيحه كبيره، لانها قررت انها تاخد المنتج المصنوع المصطنع ده او المصنوع من الاله ده وتديه للجمهور على طول، المولد من الآلة إلى الجمهور بشكل مباشر. فده خطر. لكن هناك في دمج كمان، في دمج هنا رشيد. دمج الرشيد ده يا إما أنت تستخدم عبر معارك المهنية أنه يساعدك كمساعد طيار زي ما قلت لحضرتك وليس طيار، أو أن أنا كوسيلة إعلام أخد التكنولوجيا دي أدخلها جوه غرفة أخباري
عبر معاييري انا، بمعنى انا لو عندي ارشيف هغذي بيه الارشيف، فلما اكتب موضوع عن الدكتوره دريه هيطلع لي صورها كلها وبرنامجها واللي اشتغلوا معاها واطلالاتها كلها وبرامجها، وبالتالي اضمن انه الناتج سيكون صحيحا. بالظبط بالظبط، لان انا غذيت الآلة دي او غذيت الروبوت ده او غذيت العقل الصناعي ده بمعلومات منضبطة عن الدكتورة درية، فبالتالي لما تجلب هذه المعلومات هتكون معلومات منضبطة لان انا اللي عاملها مش اي حد تاني. عشان كده كل الميديا الكبيرة وكل وكالات الانباء الكبيرة زي الاي بي بيحاولوا يجلبوا التكنولوجيا دي جوه غرفهم، جلبوها بشكل من الاشكال السنين اللي فاتت واستخدموها في الرياضة والانتخابات زي ما بتعمل سي ان ان كده حضرتك. لكن دلوقتي الموضوع بتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي هم بيحاولوا يدمجوه في غرفهم بس حسب ما هم شايفين، لانه كمان في مسائل متعلقه بالملكيه الفكريه. أيوه. الداتا دي بتاعت مين؟ ايوه انت جايب حاجه من على الانترنت مش من حقي ان انا استخدمها، مش من حقك انك تستخدمها. صحيح. يعني سكارليت جوهانسون اللي هي بطله مارفل لسه مقضيه، مش حد خد شخصيتها شكلها في فيلمها، فيلم من افلامها، وخلاها شخصيه افتراضيه قادت هذه الشركه او هذا التطبيق اللي استخدم القصف. فبالتالي كمان الاستخدام الواسع في اللحظه الحاليه بيستدعي مخاطر كثيره، والناس بتلاحظ لان في مساءله متعلقه من اول الاخلاق للمهنه حتى المساءله القانونيه. فبالتالي لا، المساله دي محتاجه تنظيم، عشان كده العالم كله دلوقتي بيحاول ينبري لهذه المساله. الاوروبيين شاطرين في الحته دي جدا ولحقوا، مثلا لما بدات موجه الذكاء الصناعي التوليدي لحقوها وعاملين حاجات عشان تحمي خصوصيه وبيانات مستخدميهم، لانه في مشاكل كمان. الروبوت ده كمان احيانا بيخترق الخصوصيه وكمان ممكن كمان يسرب بياناتك، لان في ناس ممكن تتقاسم معاه البيانات. يعني في حضرتك نموذج للذكاء الصناعي اسمه ريبليكا، يعني نسخه طبق الاصل. ريبليكا ده انت بتعمل شخصيه افتراضيه تبقى كانه صديق او صديقه، افتراضي طبعا. ايوه. انت بتدي له كل اسرارك وحاجتك وكلامك عشان يبقى صديقك. فبالتالي تخيل ان انت بتدي كل الداتا بتاعتك وكل بياناتك الشخصيه للتطبيق. يعني اتحتها للجميع. بالتاكيد. طب لو ده تم اختراقه هذا التطبيق او كذا، طب هذا التطبيق لو انت تعيس، لو انت غير سعيد، لو انت عندك مشكله، لو انت كلمته طول الوقت في مسائل سلبيه، هل متعلق ان هو يديك فين؟ ممكن يديك للانتحار. فهنا فكره التكنولوجيا دايما، عشان كده دايما حتى كل الرؤى الناقده المتعلقه بالتكنولوجيا بتتكلم على ان يعني مش هقول طبعا يعني يعني هستدعي مثلا مارتن هيدجر مثلا، يعني اهم حد عمل في مقال في الفيلسوف الالماني لما عمل قصه النقد التقنيه، لما اتكلم على انها بتهاجم الطبيعه والبشر والتاريخ. هي ممكن تهاجم المعرفه او ممكن تهاجم المعرفه، لانه لو حضرتك دلوقتي قلنا من هي دريه شرف الدين واداني معلومات مغلوطه وتم تداولها في منصه واثنين وثلاثه، اصبحت شبه حقيقيه. بالظبط. فبالتالي المسائل خطيره، عشان كده في 10 مخاطر او 11 11 فيما يخص استخدامه، وصادها فرص طبعا بالتاكيد. لكن دايما لما بنبص، لما بنيجي زي ما كل حضرتك بنسوق لازم نكون عارفين معالم الطريق. لما بنسوق لازم نعرف نقف امتى. بس حضرتك قلت كمان معلومة مهمة جدا جدا، قلت إنه مسألة الذكاء الاصطناعي ده كانت بداياته في الخمسينيات تقريبا أو نهاية الخمسينيات. الآن مر زمن على نهاية الخمسينيات، يعني أي اختراع بيبقى موجود في العالم بيحصل له يعني نوع من التطور على مدار الزمن. ليه بعد 70 سنة أو ما يقرب من 70 سنة لم يحدث هذا؟ هلا حضرتك الفكره انه كل ما بيتطور ممكن يحسن الحياه، ممكن يحسنها، لكن في الناحيه الثانيه لما بيوصل عند منطقه معينه متعلقه بانه يبتدي تدي له مهام بشريه. يعني ما اقول لحضرتك حاجه، النقاش اللي دار زمان، الراجل اللي كان واقف في المصنع بيعمل الفرز للحاجات، مش الاله بتفرز دلوقتي؟ ايوه. احنا محتاجين هذا الشخص. عشان كده حتى المخاطر المتعلقه بالتوظيف من الذكاء الاصطناعي، كلما انا بحب استخدم مثال لعالم حاسب كندي اسمه بيتر مرافق، بيقول لي كان قال زمان في 98 قال كده، قال لو اعتبرنا المهام بتاعتك دي، المهام في مهام مرميه في الوديان والسهول وفي مهام موجوده في قمم الجبال، كلما كانت
المهام بتاعتك في الودوان والسهول، لأن هي عادية وروتينية ممكن تحل مكانك الآلة. عشان كده الراجل بتاع زمان اللي كان واقف بيعمل فرز، قدرت الآلة دلوقتي تفرز وتعمل نفس اللي كان بيعمله. لكن لو المهام بتاعتك دي وعقلك ده وقدراتك دي بقت في قمم الجبال، عمر الآلة ما هتستبدلك. عشان كده عمر الآلة ما تستبدل الصحفيين اللي عنده مهارات. عمره ما تستبدل الصحفي بالذات في مجال الإعلام كمان. بالظبط، عمره ما تستبدل الصحفي حتى دلوقتي. يعني حتى لو اعتبرنا ان مثلا هيقعد في حضرتك مذاعات افتراضيات دلوقتي، ايوه، هل المذاعات الافتراضيات ديت هيقدروا في لحظه من اللحظات لما حضرتك كنت في برنامج نادي السينما هتحس الفيلم زي ما الدكتوره دوريه شرف الدين شافته وفريقها شافه وابتدت تنقل مشاعرها وهذا الغلاف الانساني متعلق برؤيتها واحساسها بالفن الجميل ده وانت تلقنه للناس وتطلع منه معاني؟ مستحيل، حتى لو تم تغذيتها بكل شيء. فبالتالي المراحل التطور بتاعت الذكاء الاصطناعي كانت طبيعيه جدا ومفيده جدا على فكره. أيوة. حضرتك الموبايلات اللي احنا شايلينها دي مهابه الذكاء الاصطناعي، الجي بي اس، كل الامور دي المتعلقه يعني حتى حضرتك الادوات اللي بنكتب بيها الوورد غير وورد، كله كل الحاجات اللي حصلت في التكنولوجيا لا حسنت الحياه حتى في الطب. ايوه، يعني في روبوت بيعمل بعض العمليات الجراحيه. لكن انا بتكلم هنا على ايه؟ هنا انت جلبت التكنولوجيا لغرفه اخبارك، او جلبت التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لغرفه اخبارك، لابد ان تستخدمها استخداما رشيدا، لان الموضوع هنا متعلق بتوليد المحتوى اللي انت طول عمرك بتعمله انت. انت اللي بتكتب فبقت الاله تكتب. طب بتفكر؟ ما هو الاله ابتدت تفكر. ممكن تكون بتفكر ما قدرتش تفكر زيك لان ما عندهاش ضفيره عصبيه، ولكن في النهايه بتقدر تدور على معلومات عمرك ما تقدر تدور عليها ولا تجلبها زي انت كبني ادم. هو حضرتك الحقيقه بتشير لشيء مهم جدا جدا، هو فكره الذكاء الاصطناعي والاعلام. فاصل وحنرجع لحضرتك تاني في هذا الموضوع المهم. للحوار بقيه، فاصل قصير نعود بعده لنستكمل حوارنا عن الذكاء الاصطناعي، هل ينافس الاعلام ويلغي الصحافه؟ الكاتب الصحفي علاء الغطريفي المتخصص في اعلام الذكاء الاصطناعي سيجيب على هذه الاسئله. استاذ علاء، احنا يعني عايزين نركز على موضوع الاعلام حاليا وما سيحدث له لو يعني دخل اليه يعني فكره الذكاء الاصطناعي وتم الاعتماد عليها الى حد كبير. حضرتك قلت مثلا ان احنا دلوقتي بنشوف مذيعات ومذيعين ذكاء اصطناعي، هو يعني المدقق قوي في الصوره هيعرف انها ليست حقيقيه، ليست انسان. لكن الإعلام طبعاً بيحاصر الناس كلها في الدنيا كلها، نعمل إيه؟ ده بيحصل ممكن تكون في نماذج لغرف أخبار صغيرة، لكن فحش في مؤسسات كبيرة. يعني حتى الاستدعاء ليه جوه مؤسسات كبيرة أنا بشوف إن هو يعني عامل زي كأنك بتحط وردة على الجاكيت يعني. لكن الفكرة في الأساس زي ما قلت لحضرتك إن الروح الإنسانية واللمسة الإنسانية مفتقدة، لا يمكن أصلا أيوة. لا يمكن أصلا أنا يتم الاستغناء عنها بشكل من الأشكال، لأن كمان مهنتنا كمان مهنة تفاعلية يعني. صحيح، مهنة يعني بين الجمهور العام. بالضبط، ومهنة كمان مهنة مبدعة. ففكرة فكرة أن أنت يحل محل المبدع أو الكاتب أو المذيعة أو كذا، المسألة دي تحديدا هتبقى برضو في النهاية تبقى آلية وملهاش ما فيهاش أي مشاعر ولا أحاسيس. فبالتالي أعتقد أن المسألة دي مهما حصل فلن تحل، يعني مش هتحل محل حضرتك. مستحيل بشوف كده يعني. الجزئيه الثانيه المتعلقه بان هو ممكن يعمل كل شيء، يعني هو بيصنع اشياء جوه الميديا دلوقتي، هو موجود على فكره جوه غرف الاخبار من بدري، لكن انا بتكلم على تحديدا على الذكاء الصناعي التوليدي. دي الفكره، دي الموجه اللي الناس خايفه منها، وان العالم كله دلوقتي بيتكلم عشان ينظمها. لان بيقول مثلا الراجل بتاع مايكروسوفت الرئيس التنفيذي بيقول في سي بي اس الامريكيه مره، قال لهم تعالوا نظمونا، قال لهم ايه؟ قال لهم زي ما في منظمه الاغذيه والدواء ايوه تعالوا نظمونا برضو. يعني حضرتك زي ما في تنظيم للذره واستخدام الطاقه الذريه، اتفضلوا تعالوا نظمونا زي ما العالم عمل المعاهدات بتاعه الحد من انتشار السلاح النوويه وعملته الاف دي اي كل ده، تعالوا نظموا المارد اللي طلع ده، تعالوا نظموا، تفضلوا تعالوا نظموا. ليه؟ لأنه في النهاية
حضرتك كم المعلومات اللي ممكن تنتج ويتم فيها بيها التلاعب بالجمهور والتضليل كثيره جدا. انا اقول لحضرتك حاجه، اول امبارح من يومين بالظبط نشروا صوره لترامب واقف وسط مجموعه من الامريكيين السود، ده مش ناخبين بتوعه، ايوه دول ناخبين بتوع الحزب الديمقراطي. ده مذيع راديو امريكي صنع الصوره ديت عبر الذكاء الاصطناعي وانتشرت عشان يظهر ان في هنا، شوف حضرتك التلاعب بمصير الانتخاب، أيه. انتخابات وتوجيه الناخبين، ان لا ترامب بقى له عنده حظوه مع السود وان لهم مؤيدين منهم يعني. مش حقيقي هم يعني هم على الجهه الاخرى، بس الجمهور العام لما يستقبل هذه الصوره بالزبط. بدايه هيصدقها بالظبط بالظبط، عشان كده انا مرت حضرتك ان الصوره اللي كانت في دخان طالع من البنتاغون وقع البورصه، ايوه فبالتالي المسألة خطيرة جدا ان اي حد ممكن ينشر اي صورة ممكن تكون صورة فيها تضليل او تزييف، وهذا التزييف العميق الأداة دي الذكاء الصناعي التوليد ده ساعد عليه اكبر، ساعد عليه بشكل اكبر، ممكن يعمل اي شيء، ممكن تقول له ارسم لي حصان بيطير يخلي لك حصان، يرسم لك حصان بيطير، طب انا عايز حصان بيتمشى على المية يعمل لك ده، بس هذه الصورة هي صورة مختلقة، هو متغذي بداتا بتخليه عشان يرسم هذه الصورة أو يصنع هذه الصورة، ولكن هذه الصورة هي صورة مختلقة بالأساس، عشان كده كل الكلام متعلقة بالإعلام تحديدا ده دلوقتي إن المنصات الكبيرة حضرتك صورة ترامب ديت اللي مع السود ما ينشرهاش، أو الملك تشارلز ولا أوباما كان قاعدين هو وميركل بيلعبوا في الرملة مع بعض على شط ما ينشرهاش، ليه؟ عشان ما تبقاش حقيقة وما تبقاش موجودة على أرشيف الإنترنت يقدر أي حد تاني يستدعيها، فبالتالي المنصات الكبيرة ما بتنشرهاش، عشان كده كل الناس دلوقتي بيجتهدوا ان يعملوا مدونات أخلاقية ازاي يتعاملوا مع ده وامتى يتعاملوا معاه. هل المدونات الأخلاقية دي ستؤتي ثمارها؟ لأنه طبعا التلاعب في يعني بالتأكيد الصور بالتأكيد إلى آخره بالتأكيد ستؤتي ثمارها، هيضمن مثلا مشاهدين، هيضمن متابعين. أنا أقول لحضرتك حاجة، الراجل كبير علماء الذكاء الاصطناعي في فيسبوك اسمه ليان ليكو، كان في قمة الحكومات في دبي كان ليه جلسة، فكان بيتكلم على بيقول ان المشكلة دلوقتي اللي الناس خايفة منها المتعلقة مش فكرة مش لا ننشغل بتوليد المحتوى اللي هم عملوه، لا احنا نشغل بالتحقق من المحتوى، فبيقول على الصحفيين ان يسروا بذلك لان انتم المنوط بيكم ان تتحققوا من المعلومات يعني، وهذه مسألة هترجعنا لأصل الأشياء، ان الصحافة الجيدة مطلوبة وضرورية، وان الصحافه الجديده عندما تستخدم التكنولوجيا لابد ان تستخدمها استخدام رشيد وعاقل وامين عشان هي تحمي مجتمعها وتحمي المعرفه وتحمي كمان الجمهور من التلاعب والتضليل او اي شيء، وده واجبها طبعا بالتاكيد. فعشان كده عشان كده بنقول دايما طول الوقت ان احنا بنجلب التكنولوجيا لينا، مش احنا بنروح لها عشان تتسيدنا، لا احنا اللي بنتسيدها. فبالتالي هنا المساله متعلقه انا راجل مش تقني ولكن أنا مهتم بعلاقة الإعلام بالتكنولوجيا، فبالتالي كل ما بيحصل مدخل جديد لهذه الصناعة هتأثر على صناعة الإعلام، فلابد أن نتعامل معها، لما نتعامل معها بشكل أعمى ولا نتعامل معها بشكل راشد، لا نتعامل معها بشكل راشد ونطبق عليها معاييرنا، عشان كده مهموم بهذه المسألة وهكذا. فعشان كده الموجة قد إيه خطيرة؟ لا أنا خطيرة لأنها بتولد محتوى، أي حد ممكن، اي شخص ممكن يولد محتوى واعي. يعني يمكن هذا هو سؤالي، يعني مدى خطوره هذا الموضوع على الانسان العادي، انه ممكن اختلق اي شيء انا قلته في يوم من، يعني انا ما قلتوش لكن انا هطلع موجوده وبتكلم وبقول في موضوع ما. عشان كده بيقول لحضرتك ان في مخاطر حتى على التاريخ ايوه وعلى المعرفه. ليه؟ لو حضرتك زي ما كنا بنتكلم انه في طريق غلط في السيره الذاتيه بتاعت حضرتك ايوه وتم تكراريته في اكتر من منصه، هيكتسب قيمة وهيبقى خلاص راسخ، فبالتالي خلاص كل الناس هتمشي وراه. فهي دي المشكلة، انه كمان المعلومات التي بني عليها هذا الذكاء الصناعي التوليدي هي معلومات اساسا مش منضبط، عشان كده لابد ان يتدخل فيها الانسان. فتخيلي حضرتك ان ممكن يتم التلاعب بالتواريخ، ممكن يتم التلاعب بتوصيفات، ممكن بالأقوال، ممكن تنميط اعراق واجناس، وممكن تنميط طوائف، وممكن مسائل ضد التعددية أيوه.
وفي مسائل فيها تمييز، ومسائل فيها كراهية، ومسائل فيها عنف. فالمسألة مش عادية. هذه المعارف هذه المعارف المجلوبة عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي قد ايه خطيرة. عشان كده حتى لو هي فيها دقة عالية في بعض بيتكلموا على بعض الامور، زي بيقول لك اللغة الانجليزية الدقة اعلى من العربية، اوكي، بس في اخطاء برضه. انا كنت بقول لحضرتك قبل التسجيل على محرر الاندبندنت اللي كتب عن كاتب الصحفي، كاتب اطفال شهير، كان بياخد عنه الروبوت اقتباسات تبدو جيدة جدا ورصاصات موثوقة زي ما قلنا، لكن هي اصلا كاذبة. فبالتالي لا، عشان كده الخوف من المسائل اللي زي دي. ازاي ممكن الناس العاديين يتعاملوا مع المعلومات دي؟ ازاي لما تنشر في منصات بدون تدقيق ممكن تأثر على المجتمعات ازاي؟ عشان كده الفكرة نفسها، التعامل مع هذا المارد، هي ضرورة وطنية، مش ضرورة متعلقة بالإعلام وبس. بس التعامل مع هذا المارد هيحتاج ايضا يعني لدرجة عالية من الوعي. بالزبط. قد يحتاج الى درجة عالية من التعليم. بالظبط. وكمان بيئة قانونية وتشريعية تحكم هذه المسائل. لأنه أنا بتكلم هنا، إحنا مش بتكلم هنا على فكرة الصحافة وبس، بتكلم على فكرة كمان المجتمع نفسه. هل المعلومات المنتجة دي ممكن أي حد يستخدمها في أي استخدام؟ هل المعلومات دي دقيقة ولا مظبوطة ولا لا؟ هل هنا بيتم التلاعب بجمهور ولا لا؟ هل الصورة دي حقيقية ولا لا؟ عشان كده ده شيء مهم جدا. هنرجع للأصل يعني. الأشياء نتشكك. ده أنا بتكلمش عن صحفيين كمان، بتكلم على الجمهور العادي. أي صورة تشوفها لابد أن تتشكك فيها. ده أقول لحضرتك حاجة، في حرب غزة إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي عشان ترسم صور معينة متعلقة بالصراع عشان الناس تاخد صفها، الغربيين تحديدا. والناحية التانية ابتدت عندنا بعض الناس بشكل متعاطف تنتج صور الخيام والمية وكلام من ده، وهي صور مش مظبوطة. فبالتالي حتى كمان بقى الجهة الأخرى، أنت متعاطف ولكن أنت تنتج صورة مغلوطة ومصطنعة وهي مش حقيقية، في حين ان اللي على الارض اصلا الدنيا اقصى مما نتخيل يعني والتعبير عنها مش محتاج ان انت تختلق. فبالتالي كمان في السودان، في الحرب في السودان تم استخدام شات جي بي تي في داتا متعلقه بالصراع ما بين الدعم السريع وجيش السودان. يعني دخلنا في مناطق خطيره، مناطق خطيره جدا، وتستخدم في الحرب الاوكرانيه، ودلوقتي مستخدم في الانتخابات الامريكيه. وعلى فكره هتبقى عامل مؤثر جوه الانتخابات الامريكيه بالتاكيد السنه دي، بالتاكيد. ليه؟ كم المعلومات اللي على الطرفين لما يبتدي يبقى، ما احنا غالبا هيبقى في بايدن ترامب يعني غالبا. فبالتالي كم المعلومات اللي هيبقى والاستقطاب في القصه دي والاستخدام ده واستخدام الداتا ولا الامور احنا. فعشان كده دايما هرجع واقول ان الصحافه لابد ان تستخدمه برشد، ولابد ان الصحافه ان هي اللي تحقق بقى، وهي اللي تواجه فساد الحقيقه وتواجه تشوه الحقيقه. فبالتالي هي المنوط بيها تعمل ده. عشان كده فعلا الاعلام مش يعني فكره وجوده دلوقتي بقى، بالعكس الكلام على فكره استبدال الاعلام ومنصات السوشيال ميديا والمؤثرين وناس كثيره وفي كريوترز موجودين في كل مكان بيقدروا ينتجوا محتوى وهكذا. لا، العالم محتاج الاعلام، العالم محتاج الصحافه الجيده، العالم محتاج الصحافه الجيده في وقت في موجه تكنولوجيا خطيره متعلقه بانتاج نصوص وانتاج صور وفيديوهات. لابد محتاجين صحفيين عشان يتحققوا منها ويأتوا للجمهور بالحقيقة. فبالتالي لا، أنا أعتقد أني برغم المارد أنه مخيف، ولكن بيرجعنا لأدوارنا وبيرجع أهمية الصحافة تاني، عشان في النهاية هي الوحيدة اللي هتقدر تدقق المعلومات. عشان كده الاتحاد الأوروبي أكتر ميزانية حاططها في الجزء دي متعلق بتدقيق المعلومات والمكافحة المعلومات المضللة، وهو الحاجة عملها بيحارب الشركات التكنولوجيا الكبيرة ده من اول قانون الاسواق الرقميه اللي تم اقراره، من تم يعني خلاص بدا تنفيذه من الاربعه اللي فات، حتى فكره حمايه المستخدمين وخصوصيتهم اللي الاوروبيين مهمومين بيهم. فبالتالي لا، احنا محتاجين نفهم، احنا محتاجين يعني هذا هيستلزم مواجهه كبيره جدا بالتأكيد من اكتر من اول اجهزه الدوله، اكتر من اول خالص. لكن في النهايه المواطن في اي دوله قطعا هيعاني من هذا. بالتاكيد. بس حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، الوعي. ايوه، الوعي، واول الوعي تشكك. لابد ان نتشكك في كل شيء، لان حضرتك ممكن تبنى مواقف على صوره مغلوطه. ايوه، او تصريح مضلل، او تصريح تم التلاعب به او تلوينه، لان ممكن يكون التصريح مظبوط ولكن يتم اتشال كلمه
او اثنين. طب هذا يضخم بقى مسؤوليه الاعلام طبعًا في سرعه طبعًا المواجهه يعني طبعًا سرعه طبعًا الرد طبعًا. عشان كده كان جزء التصحيح كبير من مقاربتي والورقه العلميه اللي انا عملتها فيما يخص الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عن كده. حتى كمان يعني صممت من خلاله برنامج كمان ان ازاي الصحافه وغرف الاخبار تستخدمه استخدام في مرحله اولى وفي مرحله ثانيه. المرحله الاولى ازاي تدمجه في عملك بشكل امن، ازاي تدمجه بشكل مسؤول، ازاي توظفه عشان يساعدك. يعني اقول لحضرتك حاجه من الحاجات الجيده في القصه دي ايه، انه في ادوات بتقدر تصحح لك اللغه العربيه. انت عارف عندنا الناس بقت تكتب للاسف بعافيه شويه في اللغه العربيه، لا تقدر تصحح وتقدر تديك اشياء جيده ونتائج جيده، فده ممكن يساعد الصحفيين او يساعد اي حد بيكتب. طب في الترجمه بيتحسن جدا في الترجمه، بس قلنا يا جماعه لو سمحت بعد ما تترجم النص لاي لغه لو سمحت او من اي لغه لو سمحت ترجع راجعه تاني ودقق فيه تاني عشان تتاكد من ان الترجمه صح، من ان الاجابه صحيحه وانه كذا. عشان كده انا بقولنا المعادله انسان اله انسان، مش هينفع. عشان كده حتى كمان كل غرف الاخبار الغربيه واللي بتتعامل مع المساله دي بتتعامل معها بحكمه وحرص ومدركه تماما ايه القصه وايه تهديدها للصحافه. فعشان كده بتتكلم دايما عن ادله اجرائيه وبتتكلم عن مدونه اخلاقيه، بتتكلم على اقترابات امنه. ما ينفعش يكون الاقتراب بالاندفاع ده. وده كمان بيؤكد اعتقد يعني انه اي اختراع له جانب جيد بالتأكيد، وله جانب قد لا يكون جيدا على الاطلاق. الذره يعني بتنتج طاقه بس مثلاً ممكن تبقى هيروشيما ممكن تنهي حياه وتنهي مجتمعات وتنهي دول. فهي دي الفكره. عشان كده لما بيقول لك نظموا، تعالوا نظمونا زي ما العالم نظم الاسلحه الذريه والاسلحه النوويه، تعالوا نظمونا. وزي ما العالم نظم فكره المعياريه فيما يخص الاكل والدواء والشرب والحاجات دي، لا اتفضلوا تعالوا نظمونا. عشان كده اللي كانت الشركات بتحكمها النفعيه ولكن المجتمعات لانها اضيرت وتضررت بسبب الموجه التكنولوجيه اللي فاتت كلها. شفنا مواقع التواصل الاجتماعي عملت فين الناس ايه، عملت ليها اثار خطيره جدا. أيوة. من اول على نفسيه الناس والشعوب وكذا، وكمان حتى على سكيل كبير جدا في كل الدنيا يعني، واثرت على الناس. طيب هل دلوقتي شركات التكنولوجيا المفترض انها طول الوقت تفضل تنظم نفسها ذاتيا؟ يعني هي ترمي الاداه او ترمي التول او ترمي الاختراع ويفضل المجتمع وهي بتكسب بتجيب اعلانات وتلك ميزه يعني يلزم الحفاظ عليها. فهي بقى تيجي بعد كده بقى تقول وتعالوا، فتحصل فضايح بقى متعلقه زي في اناليتيكا مثلا، تتسرب معلومات بتاعت الناس ياخدوا الداتا بتاعتهم وتتباع لشركات تانية. امور كتيره حصلت مش مظبوطه. كل الاثار النفسيه والاجتماعيه المتعلقه بمواقع التواصل الاجتماعي والجزء المظلم اللي فيها، ما هو جينا دلوقتي احنا بنتكلم على تنظيم الولايات المتحده اكتر من قضيه ودعوه قضائيه ضد مواقع التواصل، من اول استخدام الاطفال لحد فكره المحتوى السياسي وازاله المحتوى السياسي والامور دي. فامور كتيره كبيره العالم لسه بيتعامل معها. فبالتالي اعتقد ان المفترض ان الذكاء الاصطناعي يتنظم قبل ما يتعمم، لازم يتنظم. عشان كده التكنولوجيا لابد ان يعني تنقطع هذه المساله متعلقه ان شركات التكنولوجيا تفضل تنظم نفسها بنفسها، مفيش رقيب عليها، مفيش كده. لا يعني مفيش، يعني انت بتنزل اختراع او تكنولوجيا وتقول للناس اتفضلوا والناس تستخدمها، طبعا كل واحد يستخدمها زي ما هو عايز، ففيها جانب خير وفيها جانب شرير. وده انشغال يعني جديد للعالم كله يعني. بالطبع، فده جزء من التحديات اللي فيها. فالان بتكلم انا كصحفي، انا بتكلم في الجزء بتاعي متعلق بان انا عايز احافظ على جوده المحتوى، عايز المحتوى يكون منضبط، عايز ما نمارسش تضليل، لا يتم التلاعب بينا، ما ننشرش صوره غلط، ما لا نستخدم، لا نوجه الجمهور بشكل او باخر بمعلومه مغلوطه او هكذا. فبالتالي هي دي مقربتي للمساله يعني كمهني. واعتقد ان كل مهني في كل مكان، اول الطبيب لحد اي حد ممكن يستخدم التكنولوجيا دي في اي حاجه في شغله. طب يعني هل تنبهت معظم دول العالم للخطر القادم؟ طبعا انا اقول لحضرتك على الجهود اللي معموله في القصه دي. يعني اليونسكو كانت حاجه عظيمه جدا في المساله دي، عامله زي دليل اخلاقي للقصه دي تحديدا.
طبعا بنيه برضو على معايير مهنيه وبنيه على قوانين متعلقه بالخصوصيه والحفاظ على البيانات وامور كتيره يعني. والاوروبيين كذلك وفي الولايات المتحده دعوا بتوع كل الذكاء الاصطناعي للبيت الابيض ودعوهم في الكونجرس وكانوا عملوا لهم جلسه كانوا يعني كانت مش جلسه كانوا بي بي بيواجهوهم بهذا بالخوف من هذا المارد لانه كمان هناك في مصلحه متعلقه وهم بيصرحوا مع الصين فخايفين الصين الصين بتطور نفسها في المساله دي فخايفين الصين ان هي ان الولايات المتحده في اطار التنافسيه والحرب التجاريه لا يتم استخدام الذكاء الاصطناعي ده بشكل او باخر يضر المصالح الامريكيه فبالتالي المساله واخده طور كبير في ابعاد كتيره منها السياسي لا في طب ماذا فعلنا نحن في مصر؟ والله يعني انا القصه دي تحديدا انا يعني مره دعيت لجلسه في مجلس الوزراء عن القصه دي واستمعوا لينا من شهور ما اعرفش طبعا يعني اكيد طبعا رفعت لجهه اعلى ما اعرفش طبعا بس يعني في النهايه ادليت برايي على هذه القصه من مساحه الاعلامي يعني مساحه الصحفي لكن الجزء الثاني المتعلق بالبيئه والتشريع واستقبال المجتمع ليها لا محتاجه جهد من الجميع عشان ما نستناش يعني ما نستناش العالم ينظر لا احنا لازم نتعامل معاه لازم نباري ليه يعني الراجل بتاع نفيديا اكبر شركه رقميه الكترونيه في العالم قال ايه؟ قال ان كل بلد لابد ان تملك ذكائها الاصطناعي كل بلد لابد ان تملك ذكائها الاصطناعي ليه؟ الداتا بتاعتك الوطنيه دي انت هتغذي بيها مجتمعك هتحافظ بيها على مجتمعك فبالتالي كل بلد لابد ان يكون ليها ذكاء اصطناعي لتستخدمه في مجالات عديده من اول المعارف لحد امور كثيره لانه كمان يعني ممكن تكون انت وجهه النظر عن قضاياك ومصالحك بتيجي لحد من بره وانت يعني انت مش موجود فبالتالي الراجل كان واضح جدا قال لك ان كل بلد لازم تعمل ذكاء اصطناعي يعني وفي دول عربيه ابتدت تشتغل في المساله دي تحديدا يعني مش هنذكر يعني تفصيلا عشان الوقت ولكن كل بلد بتحاول تطور التكنولوجيا دي عندها تحديدا عشان تملك قرارها لانه في النهايه احنا مش عارفين الدنيا رايحه فين من اول الصناعه للمعارف العامه لكل امور كتيره تاريخك تاريخ كل شيء ممكن يتم التلاعب بيه الموضوع مش هين ولا سهل صحيح. خطير جدا ليه لانه كمان بنيه الـ في انحياز بنيوي في بنى القواعد البيانات دي تحديدا اللي بيستخدمه الروبوت يعني بمعنى ايه حضرتك يعني هو دلوقتي الشات جي بي تي ده الامريكي ايوه وبارد امريكي هو المعلومات اللي تم تغذيته بيها دي مش هي فيها وجهه النظر الغربيه او وجهه النظر الامريكيه بالتاكيد وبالتالي خلاص ده هذه قاعده بيانات منحازه في الاساس هل هنا لما تساله عن الصراع العربي الاسرائيلي هيجاوب لك ايه مره يجاوب لك من وجهه النظر الاسرائيليه ومره يجاوب لك من وجهه النظر العربيه طب المتلقي ده يعمل ايه عشان كده انا ارجع للامور اللي حضرتك قلت عليه الوعي بس الوعي ده مش هيكون موجود غير لما الناس تكون واخده بالها ان في مخاطر وانه كمان في كمان مجتمع بينظم المساله دي وينظم حضورها في المجتمع المساله مش عاديه لا المساله تحتاج فعلا ننبري ليها وان لكل دوله برضو لابد ان يبقى لها النموذج بتاعها النموذج اللغه الكبيره يعني في دوله عربيه واصله لمنطقه جيده جدا في المساله دي تحديدا طيب يعني لو حضرتك دلوقتي يعني واضح انك كصحفي متخصص في هذا الموضوع واصبحت تفهمه فهم كامل انا والله انا انا انا, أنا يعني يعني لا ادعي ان انا متخصص ولا خبير ولكن انا مهتم بعلاقه الاعلام بالتكنولوجيا لان انا بخاف على شغلتي وبخاف على الصناعه وبخاف على مهنتي دي الفكره الاساسيه طيب يعني لو كان حركتني المخاوف بس انا مهتم من بدري بعلاقه الاعلام بالتكنولوجيا لان هي بشكل من الاشكال بتغير القوالب جوه مهنتنا وتغير الاشكال جوه مهنتنا وبتغير التنافسيه جوه مهنتنا فبالتالي انا مهتم بالقصه دي ومهتم بكل جديد متعلق بصناعه الاعلام واي مدخل جديد تكنولوجي يدخل في صناعة الإعلام طيب يعني بشكل عام وملخص لو كان الأمر تاني بيدك ماذا كنت تفعل؟ أول حاجة أنا بقول يعني بعض يعني النصائح أو التحذيرات أو يعني المفترض أن كل هيئات التنظيم الإعلامية في مصر لابد أن تصنع شيئا تجهز الأمر على الأقل أن نبقى كلنا فاهمين ان في مدخلات جديده على الصناعه تكنولوجيا ممكن تاثر على الصناعه فبالتالي لابد ان نتعامل معها
وهنا التعامل مش فكرة التقييد قد ما فكرة الفهم والوعي، وان احنا نكون فاهمين ان احنا بنعمل جدار حماية على شغلانتنا. دي الفكرة الأساسية. لكن دايما الفكرة المتعلقة بالتنظيم بتيجي في مساحة التقييد. هل البعض يعتبر هذا التدخل او مش يعني تدخل؟ هو مش تدخل. هو هل ممكن البعض يعتبره تدخل؟ لا، هنعتبر ان المسألة هو اصله مش هتقدر، انت مش هتقدر تتدخل في التكنولوجيا. ولكن انت لما تيجي تستخدم التكنولوجيا، لو التكنولوجيا دي مستخدمة وفي هنا قوانين وطنية بتحكم استخدام المسألة، طبيعية ان المجتمعات كلها دلوقتي بتتكلم على، يعني الاوروبيين دلوقتي بينبروا ليه للقصة بتاعت التكنولوجيا الذكاء الصناعي التوليدي، هي قادمة من الولايات المتحدة، هم عندهم بتجيلهم ناس بتستخدمها. لا، هم هيحطوا شروط الاستخدام، هيحطوا البيئة، هي النصوص والتشريعية اللي بتحكم وجود الأماكن، هتقدر تتعامل مع أي خروقات أو أي شيء متعلق بإضرار بالمجتمع أو إضرار بالناس. ما هو حضرتك دي ممكن تستخدم في شروط تانية. يعني حضرتك الناس بتختلق صور، ممكن يعمل أي شيء، اي شيء قد يكون خطيرا، خطير جدا طبعا بالتاكيد. فبالتالي لا، انا بتكلم في الموضوع من مساحه اعلاميه، ما بحبش اغادر مساحه الصحفيه عشان بس حضرتك. هل احنا مثلا محتاجين لبرامج تلفزيونيه تشير الى هذا الموضوع؟ المساله متعلقه الاول اللي حضرتك قلتي اهم كلمه باي شيء هي حجر الاساس، الوعي. لو في وعي بالمخاطر عشان اخلق هذا الوعي، لو في وعي بالمخاطر والفرص، اصل الوعي ده مش هيجيب برنامج. ايوه، دي مسألة عامة متعلقة بالمجتمع انه يخلي باله، فبالتالي مش متعلقة ببرنامج تلفزيون. ادوة متعلقة بان ده توجه وطني مجتمعي متعلق بالقصة. لكن انا مش هتكلم، ما بحبش اتكلم في العموم. انا ما بقدرش اتكلم غير عن مهنتي، غير عن الصحافة. الصحافة لابد ان تعي المخاطر في استخدام ده، وتعي في نفس الوقت الفرص. فلما نيجي نستخدم الفرص هنستخدمها بشكل آمن عشان نحمي الصناعة بتاعت الصحافة وصناعة المعرفة، وما نكونش للأسف ما نكونش يعني عامل في قصة إفساد الحقيقة أو فساد الحقيقة. وإحنا بنتكلم على التلفزيون والإذاعة على سبيل التحديد، على اعتبار أنها الأكثر قربا من الجمهور العام بكل محتوى. أي محتوى حضرتك ممكن يبقى في الإذاعة، ممكن يبقى. أنا بتكلم دايما عن الصحافة متجاوز الوسيط، يعني ما ببصش للوسيط، بتكلم عن الصحافة كصحافة. حضرتك صحفية وأنا صحفي. أستاذ علاء الغطريفي، شكرا جزيلا. الحقيقة يعني ادت لنا مجموعة من المعلومات القيمة جدا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لحضرتك. في الختام أشكر ضيفي الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله في حديث جديد من مصر.